مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وكل عام وانتم بخير وسلام للجميع. الحكواتي يا جماعة، هذا يعني له ارتباط قوي بشهر رمضان. للأسف الآن مش موجود. الحكواتي كان عبارة عن شخص يروي القصص والحكايات، عادة لبسه لبس خاص، بيكون لبس بطربوش ولبس الشعبي، وبمر عادة على الأحياء الشعبية. كان الحكواتي يمر بشكل عام على الأحياء الشعبية في أوقات معينة، ممكن أنه يحكي قصص للأطفال، ولكن في رمضان كان له ارتباط بسهرات رمضان وخاصة في القهاوي. فبعد الإفطار وبعد سهرة رمضان كان يجتمع الرجال عادة بشكل عام في قهوة الحي، ويأتي الحكواتي ويسرد قصة عادة تبدأ من أول رمضان وتنتهي هذه القصة في نهاية رمضان. فهو كان يعني يتكلم بقصص طويلة تقريبا، اللي هو هلأ احنا بنسميها مسلسلات رمضان. خلينا فعلا هي تطور عن ما كان يحدث في قصص الحكواتي. فكان الجميع ينتظر القصة، ثم اليوم الثاني، ثم اليوم الثالث واليوم الرابع، لأنه بدهم يعرفوا شو بده يصير في الأبطال والبطلات وكيف بتصير نهاية القصة. وهذا كان عنصر التشويق في موضوع الحكواتي. فكان الكل يجلس مع الحلويات أمامه أو المشروبات الشاي، القهوة، اليانسون وغيرها، ويستمع بصمت للحكواتي. فكانت قضية التشويق عند الحكواتي لم تكن سهلة. فهو يتكلم عن قصة ستسرد خلال 30 يوم، وكل سنة لازم يسرد قصة تختلف. طبعا بناء على هذا الموضوع كان أيضا الحكواتي يدخل في مواضيع الفوازير، الحزازير الرمضانية، ويسأل بعض الناس بعض الحزازير، وكانت تعمل تسلية لأهل الحي. لم يكن لديهم أمور تسلية غير هذه، فكان الموضوع موضوع تشويق فعلا رائع. وهذا النوع من أنواع الآرت أنا بسميه أو الفن، للأسف اختفى لأنه انتقل بعد فترة إلى الراديو. مع دخول الراديو بدأ يطغى الراديو على موضوع الحكواتي، فبدأت تخف هذه الوظيفة أو وظيفة الحكواتي أو مهنة الحكواتي، أو حتى خلينا نحكي إنها هواية الحكواتي، لأنها مش سهل أي واحد يمتهنها. مع دخول الراديو للأسف بدأت تخف، فداخل الراديو بطريقة وصار يعمل الحكواتي عن طريق الراديو، وبالتالي الجميع يستمع تقريبا لنفس القصة. وبدأت مواضيع الفوازير أيضا مع الراديو، ويقال أن الراديو المصري هو أول من أدخل موضوع الحكواتي على أو الفوازير على المالتي ميديا زي ما بنحكي. حتى أنه أحد القصص أنه أم كلثوم شاركت في أول فوازير وقرأت على المستمعين صفحة من الأيام لطه حسين، ولم يستطع أحد أن يتنبأ من صاحب هذا الصوت. ثم طبعا تطورت الفوازير أو الحزازير أو فوازير رمضان نحكي لها إحنا، وصارت شيء بشيء إلى أن وصلت إلى حتى تولى الشاعر بيرم التونسي كتابة بعض هذه الفوازير حتى توفي. بعدين حمل صلاح جاهين بعده هذه الراية، واستمر في كتابه حتى وفاته بعد 16 عاما من العطل. طبعا احتلت هذه الفوازير قلوب الكثير من العرب والمصريين بشكل خاص للاستماع لها خلال شهر رمضان. ثم جاء التلفزيون. لما جاء التلفزيون بدأنا بقصص المسلسلات الرمضانية. طبعا كانت المسلسلات الرمضانية تطور عن موضوع الحكواتي، كانت تقريبا 30 حلقة دائما، وبتحكي قصة من القصص اللي انت بدك تتابعها. فكانت متابعة القصص او التلفزيون شيء موجود وكانت تقريبا قليلة. للأسف هلأ مع كثرة البرودكشن والتلفزيونات والستلايت أصبح أعداد المسلسلات الرمضانية لا تعد ولا تحصى، مئات العدد المسلسلات التي تخرج كل سنة، بعضها جيد وبعضها لا طبعا، وبختلف من نوع إلى آخر. طبعا هذا التطور يعني نرجع للفوازير،
أشهر من دخل موضوع الفوازير شريهان نيلي وسمير غانم لما دخل في فطوطة، وهذه الشغلات عملوها كانت رائعة جدا جدا. هذا هو قصة موضوع الفوازير وقصة رمضان والحكواتي. عشان هيك نقول لكم كل عام وانتم بخير، نراكم في حلقات قادمة. سلام للجميع.